مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. زي ما تعودنا دايما بنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحه. بيشرفنا وسعدنا النهارده ان يكون ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمود صالح زينهم، اخصائي طب الفم والاسنان وماجستير طب الفم وعلاج اللسان. يا اهلا وسهلا يا دكتور، منورنا. اهلا بحضرتك، النور نور. نشوف اول خبر في مجلتنا النهارده فيما يخص الاسنان ونبدا حديثنا. خبرنا الاول بيقول ثقوب الاسنان. ثقوب الأسنان تحدث نتيجة تسوس الأسنان الذي يحدث ببطء على مدى فترة من شهور إلى سنوات. البلاك ينتج الأحماض التي تأكل المعادن في الأسنان وتسبب الضرر، وفي بعض الأحيان يتم استخدام المعادن الموجودة في اللعاب لإعادة إصلاح هذا الضرر. ولكن عند تكون ثقوب الأسنان فإنه لا يمكن إصلاحها، وقد يتطلب حشوات الأسنان لمنع المزيد من الضرر على الأسنان. تمام. يمكن عندنا غياب شويه في ثقافه العنايه بالاسنان. دي حقيقه فعلا. احنا ما بنروحش لدكتور الاسنان غير لما بنشتكي، لما بيبقى في مصيبه، في الم لا يحتمل. يعني هو فعليا في عندنا اعتقاد سائد او كده ان هو دكتور الاسنان او كده المفروض دي حاجه يعني كماليه او كده اوبشنال، انا ما بروحش لدكتور الاسنان الا لما يعني اكون خلاص بقى يعني اللي هو بموت او كده. ده الى جانب برضو حته الخوف من دكاتره الاسنان او كده، ودي بصراحه انا ببقى مشفق على الناس من القصه دي، لان الموضوع برضو يعني بيبقى مرهب شويه بقى حقن وغير كده ان هو كان بيبقى مرهق، لان ما فيش دكتور سنان بروح له مره واحده وامشي، انا عايز واحد فاضي على الحقيقه يعني في ال... بس هي والله لا، مع التطور دلوقتي او كده قصه اللي هو ان المعيان او المريض يجي للدكتور اكتر من مره او كده، الكلام ده كان سابقا او كده، لا المفروض الموضوع ده ما بقاش موجود دلوقتي. بقت في دلوقتي تقنيات حديثه او كده تقدر تخلص كل حاجه في نفس الوقت. لا ازاي يعني؟ مثلا كتير حالات بنسمع ده، بعمل حشو عصب، حشو العصب ده بيقعد يروح للدكتور 5 و6 مرات. لا لا لا، ده كلام كده يعني فايت او كده. دلوقتي لا، احنا بامكاننا ان احنا المفروض ان احنا نخلص جلسه اللي هو يعني جلسه علاج العصب دي في جلسه واحده، وممكن كمان اخلص حشو الضرس او السنه او كده في نفس الوقت، ما دام مفيش عدوى في الضرس او مفيش خراج او الكلام ده كله يعني. بس فبقدر، وفعليا بتيجي حالات او كده وبنخلصها على طول في نفس الوقت او كده يعني. طب في نفس السياق اللي بنتكلم فيه ثقوب الاسنان، ثقوب الاسنان دي اللي هي بتبقى في ثقب باين في السنة صغنون كده في الاول. بص يا فندم، هو القصه كلها بتتلخص ان هو بدايه التسوس او فكره التسوس دي مبنيه على معادله، اللي هي مبنيه من انا المفروض ان انا فضلات الطعام بتتراكم في البق، البكتيريا بتشتغل عليها، المفروض بتبتدي بقى تطلع الفضلات دي او كده، البكتيريا بقى تطلع فضلات او كده، ومن ضمنها بيحصل عمليه تخمر، فبالتالي الاحماض دي بتبتدي تعمل تاكل في طبقه الاسنان. التاكل ده بيبقى تدريجي في الوقت، والمفروض ان هو بياخد فترات كبيره، لكن العيان ما بيبقاش حاسس بالموضوع، بياخد وقت كبير قوي معاه، فجاه بيبتدي بقى المفروض التاكل ده بيقضي بقى، بيعمل قصه الثقوب دي او كده، ويبتدي العيان بيحس بيها. التفاعلات اللي في الاول دي العيان ما بيحسش بيها، ممكن الدكتور هو لو راح عمل كشف دوري او كده يبتدي ايه ياخد باله منها بالكشف الدوري او الكلام ده. لكن معانا فيديو لو حركت على علينا عليه دكتور محمود هنا. تمام. ده ثقب من ثقوب الاسنان. كل ده ثقب؟ لا، ده انا هقول لحضرتك على حاجه، هو القصه كلها تتلخص ان انت الثقب هو يعني مثلا الثقب هنا ده او كده، ثقب المفروض ان هو جانبي او كده وما بين الدرسين وما بين بعض. في المجمل العين عمره ما بيحس بالحاجه دي او كده، بيبقى حاسس بتراكم بواقي اكل، ويبتدي بقى استعمال بقى كعندنا بقى السلاكه بالبلدي او كده او الخله او كده، وهو ما يعرفش ان هو كل ما دام الموضوع عمال بيزيد، مع العلم ان هو لو راح للدكتور في بدايه الموضوع او كده الموضوع هيفرق معاه اكتر بكتير قوي من الموضوع. هيفرق معاه في ايه بقى يعني؟ لو في درس بالشكل ده، هو ليه اي حل غير ان هو يتخلع؟ لا، هي الفكره انا دلوقتي بالنسبه لنا بنشيل الحشوات، الحشوه اللي هي القديمه دي او كده، او اللي هي السبب في ان هو حصل التسوس تحتها او كده، وبننظف بقى اللي تحتها. وفي الغالب في الحالات هي حشوه كبيره زي دي، المفروض ان هو في الغالب بقى الضرس وصل للعصب او كده، فيبقى بالتالي محتاجين بقى ان احنا نعمل علاج جذور او كده، اللي هو طبقه اللب السني او كده المفروض وصل لها او كده، المفروض بنعمل علاج للمنطقه دي او كده، علاج الجذور اللي حضرتك كنت بتسالني، وبياخد 5 6 جلسات. بنعمله او كده، وبعد كده بنبتدي بقى نشوف بقى ايه الحلول بديلة او كده. المفروض بنعمل حشو للضرس، ويبقى محتاج اللي هو الحاجه التاج السني او كده اللي هو الطربوش، فبحيث ان هو يحافظ، لان الضرس بعد ما بتعمل له علاج الجذور او كده المفروض ان هو بقى هش او قابل للكسر، فالمفروض ان الطربوش ده او التاج السني اللي احنا بنعمله المفروض ده بيحافظ عليه عشان يعيش مع العيان اطول فتره ممكن. في ظل التطور الطبي والتكنولوجي والتطور في مجال الاسنان تحديدا، حصلت طفره في السنوات الاخيره، نقدر نقول ان ده اثر على
اتخاذ قرار الخلع بالنسبه للضرس او للسن؟ طبعا يعني هي الفكره، هو اثر كمان في الثقافه، يعني العيان دلوقتي بقى بيجي لك هو اللي عايز يخلق الحلول، يعني بيجي لي عيان مثلا او كده بجدر فعليا مثلا جذر فاضل او كده بواقي ضرس او كده حاجه ما ينفعش، هو العيان بقى عنده اللي هو من كتر بقى ما بيتفرج في الميديا او في التلفزيون او في على وعلى النت او كده الانترنت، فالمفروض ان هو بقى بيقول لك لا انا عايز احافظ على الضرس او كده. دي اول نقطه، دي كانت بتفرق معانا من الخلع في الاول بالظبط كده، انك تقنع العيان. يعني الاول لا، كان الفكر اللي هو لا انا هاجي اخلع على طول زي ما حضرتك بتقول، يا حرام عليك ده حاجه انت هتفرق، لا انا ما عنديش اي ثقافه لكده ومش متقبل اي فكر تاني. فدي اول حاجه فرقت. الحاجه الثانيه لا، بقت اللي هو التقدم بقى في حته ان هو الاجهزه والحاجات اللي بقت بتخلينا نقدر نخلص قصه علاج الجذور في يوم واحد او كده، اجهزه اللي هو بقى في دلوقتي اجهزه الروتري او كده، المفروض ان احنا بتسهل لنا، ما بقاش العمليه بتبقى عمليه دويه زي الاول او كده اللي هو على الروتري ده المفروض جهاز او كده، المفروض ان انا ببتدي بوصل لقنوات العصب بيه او كده، والمفروض ان انا ممكن اقدر اخلص الضرس كعلاج عصب كامل او كده في خلال مثلا ربع ساعه لثلث ساعه او كده، فخلاص على كده العيان انت مش متخيل ده بتفرق معاه قد ايه او كده، تبقى مريح نفسيا بالنسبه له، بيوفر عليه قصه الالم وبيسهل له الزياره او كده، وبيخليه خلاص على كده الفكر القديم اللي هو بتاع عرض يعني ده فعلا جلسات. بدا شغالين يعني موجود يا فندم، موجود في العيادات بالظبط كده، وحاجه موجوده فعليا يعني. بس فدي نقطه من ضمن النقط او كده. الحاجه الثانيه كان في الاول حاجات فعليا انا ما بقدرش اعملها نتيجه الضياع الكامل بشكل الضرس او كده، فمش هقدر، ما فيش حشوه ينفع تتحط في المكان ده، لكن دلوقتي لا، المفروض ان هو بقى في انواع حشوات كتير بتقدر تتشكل على الاماكن المفقوده دي او كده، بقى في كاميرات تصوير والمفروض بتصور دلوقتي وسط التكنولوجيا او كده، ان بقى في اجهزه او بيبقى فيها كاميرا تصوير بتصور الضرس او كده او الجزء المفقود من الضرس، والمفروض ثلاثيه الابعاد الصوره دي بتبقى ثلاثيه اول حشوه في نفس الوقت، وبقدر اسلمها للعيان المفروض في نفس الوقت. دي حشوه تفصيل يعني؟ بيبقى حشوه تفصيل فعليا. بالظبط، ده كلام جميل جدا. طب من ضمن الحاجات اللي بتواجه ناس كتير مننا، احيانا بيحصل ورم شويه في اللثه، فاحنا متعودين لا احنا هناخد شريط مضاد حيوي، مضاد حيوي دي كارثه وكده خلاص. يجي بقى هي الفكره في حاجه، بياخد المضاد الحيوي مره واثنين وثلاثه، لما يجي يبقى محتاج فعليا بقى المضاد الحيوي في كارثه كبيره، الدكتور يفضل يديله مضاد حيوي وهو الموضوع المفروض حصل، المفروض ان هي دلوقتي البكتيريا دي مش حاجه احنا، هو الورم ده سببه ايه اصلا؟ نعم؟ اللي حصل في اللثه الورم ده نتيجه نشاط بكتيري، انا المفروض البكتيريا دي المفروض فضلات الطعام اللي موجوده او كده البكتيريا بتشتغل عليه، فكل ماده فالمفروض البكتيريا دي موجوده في بقنا بزياده، بس المفروض هي موجوده في الطبيعي ودي حاجه ربنا خلقنا بيها، بس المفروض ان هو مع وجود فضلات الاكل او عدم الوقايه او عدم النظافه وعدم الاهتمام بنظافه الاسنان او كده، بتبتدي البكتيريا دي بيبقى ليها نشاط اعلى وبتبتدي تعمل بقى التاكل في السن او كده، لما بيوصل للب السن ويوصل لقاع السن او كده او المنطقه اللي هو العظم المحيطه بالضرس ذات نفسه او بالسن، بيبتدي هنا بقى بتحصل بقى الجسم بيتفاعل مع الحاجه دي، ومن ضمن الجهاز المناعه بتاع الجسم او كده بيبتدي يكون حاجه اسمها الخراج او اللي هي بتؤدي او بتظهر لنا بقصه الورم. يعني نقدر نقول ان الورم اللي ممكن في بعض الاحيان بيجي في اللثه بيبقى غالبا بسبب اهمال في السن. بالظبط كده، وغالبا بيبقى فيه تسوس مثلا موجود. بالظبط، بيبقى تسوس قديم في المجمل، ان هو بيبقى يعني معناه الموضوع وصل لمرحله متطوره. متطوره جدا، وبيبقى على فكره ودي اللي بتصعب العلاج، يعني دي اللي ممكن تخلي الدكتور ما يقدرش يخلص علاج العصب مثلا في زياره واحده او كده، مع العلم ان العيان لو كان جاله في الموضوع في بدايته كان الموضوع هيبقى اسهل بكتير. انا مش هروح غير لما يجيني وجع يعني. ما الفكره في حاجه، ما هو انت مش هتروح لما يكون في وجع، بس بعد كده هتتوجع اكتر، مع العلم ان انت لو جيت وهو الوجع لسه في بدايته انت مش متخيل الموضوع ده يفرق مع الدكتور في حته ان هو هيريحك كويس. استاذنك نطلع فاصل ونستكمل حديثنا. فاصل ونعود اعزائنا المشاهدين، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، نرحب بحضرتك مره ثانيه دكتور محمود. اهلا وسهلا. احنا اتكلمنا عن تسوس الاسنان، في خبر في مجلتنا نشوفه بيقول ايه؟ اتفضل يا فندم وناخد تعليق حضرتك عليه. هل يمكن اعاده زرع الاسنان بعد خلعها؟ اشارت الجمعيه الالمانيه لحمايه الاسنان الى انه يتعين عند فقد اي شخص احدى اسنانه نتيجه للسقوط او خلال ممارسه الرياضه ان يتصرف بسرعه، لانه في حالات كثيره يمكن اعاده تركيب السن. واوضحت الجمعيه انه من المهم قبل كل شيء العثور على السن او الجزء الذي كسر منه، ويجب امساك السن من التاج فقط وعدم لمس الجذر او تنظيفه،
ولنقله الى طبيب الاسنان يتعين وضع السن في صندوق خاص بحفظ الاسنان يحتوي على محلول مغذي يبقي على خلايا الجذر السطحيه حيه، وهو امر ضروري لنجاح اعاده الزرع، او وضع السن في حليب بارد معقم او وعاء به لعاب الشخص صاحب السن او محلول ملحي. اللي نفهمه ده ايه؟ يعني لو سنه اتخلعت ممكن نزرعها هي تاني؟ فعليا دي بتحصل، بس هي المشكله انها بتتوقف على عوامل مهمه جدا، اللي هو قصه نظافه المكان اللي وقعت فيه السنة دي او كده. ولذلك هو بيقول لك ايه اهم حاجه؟ ان انا احافظ على الخلايا دي، او احافظ على الخلايا دي بقى من البكتيريا او من الجراثيم او كده، لان هي لو اتكونت عليها او كده دي هتبقى عائق بالنسبه لي ان انا اقدر ارجع السنة مكانها. طيب هو في سؤال هنا الاول عشان نستوضح الامور، هو المقصود هنا بالسن اللي وقع في ظروف طبيعيه؟ يعني سنة بدأت تتلخلخ؟ لا 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 لو لا ما هي لو حاجة بتتلخلخ أو دي حاجة مرضية دي مالهاش علاقة خلاص على كده، لا دي كده بتتخلق، لا دي بتتخلق. بتكلم في الحوادث اللي هي أنا بتكلم في الحوادث، الحاجات اللي حصلت أنا خبطة مثلا أو كده، ودي بتبقى في المجمل أو كده بتحصل في السنان الدايمة اللي بتحصل في الأطفال أو كده، لأن الأسنان الدايمة بتبتدي تطلع من عند 6 سنين أو كده، السنان الأمامية دي بالذات أو كده، فبيحصل السن في الأطفال في السن ده بيبقوا شقي شوية أو كده، فأه بالظبط كده، فاتخبط خبطة أو كده. فالمفروض ان هو الجزء المكسور ده كل لما تلحق نفسك تحافظ عليه، بان انت تحافظ عليه كنظافته او كده، الحاجه الثانيه انت تحطه في محلول ملح. ولا هو كله طلع سواء السنه او الجزء المكسور، هي القصه كلها، بس هو المجمل الكلام او الحديث ده على قصه السنه كلها. وهو ده اللي فعليا انا بقدر اعيد زراعته تاني او كده. بس لا حضرتك طرحت برضو نقطه، هو لو مكسور منه حته، يعني في جزء مكسور منه، دي برضو ليها علاقه؟ بتبقى حته بقى ان انا ممكن بقى باستخدام بقى حشوات الليزر او كده ان انا اعوض الجزء ده لو بعيد عن طبقه اللب السني او كده، اللي هو اللي بعيد على العصب بالبلدي او كده. لكن انا بالنسبه لي طول ما هو الحاجه دي بعيده او كده، لا ممكن اعوض الجزء ده بحشوات تجميليه او كده تحطها او كده، وترجع الجزء ده حتى لفترات مؤقته، لسبب لان انت بتقابلنا مشكله في الاطفال في الوقت ده، انا ما بقدرش اعمل استعاضه لان بيبقى في مرحله نمو في الوقت ده، العظم بتاع الفك بيكبر او كده، ما بقدرش اعمل اي تركيبات في الوقت ده خالص قبل 17 او 18 سنه، فبقى مضطر اخلق حلول بديله في الوقت ده لحد ما اقدر بقى بعد كده ابقى براحتي اختار كل الاوبشنز اللي براحتي او كده اللي اقدر. حضرتك بقى تشرح لنا كده، طفل بيلعب رياضه وقع اتخبط السنه وقعت، الطبيعي اللي احنا بنعمله احنا بنشيل السنه وبنرميها وهي اللي خلاص يطلع مكانها، السنه بقى او كده نعمل ايه بالظبط؟ احطها الانسب او كده محلول ملح من اي صيدليه قريبه او كده، مش موجود لبن من البيت او كده، او محطط فيه السنه، وفعليا على اقرب دكتور قريب مني او كده واروح له. كل لما يكون الموضوع يتلحق بدري، كل ما تبقى في امكانيه ان انا او في عندي امل اكتر ان الحاجه دي لما تحط او ترجع مكانها او كده تثبت، او المفروض يبقى المفروض قابليه التئام الخلايا على الحاجه دي تبقى سليمه. هو انا مش هو بيحطها يعني الدكتور بيرجعها؟ الدكتور بيرجعها مكانها، بيرجعها مكانها عادي؟ لا بيعمل، لا ما هو بيعمل لها تثبيت، المفروض ان هو بوايرز معينه او كده بتتحط او كده وبتتثبت لفتره، فالمفروض لحد ما يبتدي الخلايا بقى تنمو او بتاعه الجسم او كده وتتكون عليها او كده وترجع تثبت تاني. برضو عشان اكون صريح مع حضرتك او كده، القصه دي بتبقى برضو زي ما بقول لحضرتك حاجه بديله لحد ما زي ما بقول لحضرتك نمو الطفل يقف لحد فتره معينه او كده، وبعد كده نلاقي بقى حلول بديله المفروض بقى اللي تعويض السنه دي او كده، لان برضو في الغالب او كده بيكون العصب بتاعها مات او كده، والمفروض ان هي السنه بتغمق، فبتبقى محتاجين بقى بعد كده بعد فتره او كده ان احنا نعمل حلول بديله للقصه دي. معلومه جديده. طيب نشوف خبر من مجلتنا ونستكمل حديثنا. خبرنا بيقول: المعجون وحده لا يكفي. قد يظن العديد أن تنظيف الأسنان بمعجون الأسنان والفرشاة يكفي، لكن الجواب بالطبع كلا. إن عملية تنظيف الأسنان لا تشمل فقط فرشاة الأسنان، بل يجب أن يسبقها استخدام الخيط الطبي، وأن يأتي بعدها غسول الفم المعاق. على أن تكون هذه العملية يومية، حيث بإمكان الغسول أن يصل إلى مناطق لا تصل إليها فرشاة الأسنان، بالتالي يضمن القضاء على البكتيريا والجراثيم ويحافظ على اللثة ويجنبها الإصابة بالالتهابات المختلفة، كما ويساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة. قدر ده بقى يعني موضوع، لا ده ممكن نتكلم فيه ايام عشان نقعد نتكلم في قصه الرقاه دي. بالظبط، يعني بنسمع كتير في اطباء بيقولوا لا والله احنا ما ننصحش بموضوع الخيوط الطبيه لانها ممكن تجرح اللثه، في دكتور تاني يقول لا ده الخيوط كويسه عشان بتطلع لا هي مش الخيوط اللي بتجرح اللثه يا دكتور برضو، يعني لا هي قصه الخله او سلاهي، دي مشكله المشاكل. هو يعني وانا يعني احبز عدم استخدامها او كده، لان الناس ما عندهاش وعي او كده، لانه خصوصا لما بيكون في التهاب استخدام الخل ده بيبقى مسلي للعيان،
حتى هو بيبقى حاجه جميله كده بتهدي. اه بالظبط. وفعليا العيان بيقول لك انا ما بستريحش الا لما احط الخله دي. اوكي. هو مش متخيل ان هو بيدمر المكان او الجيب اللي في اللثه اللي متكون ما بين السنتين او كده نتيجه النشاط البكتيري وذوبان العظم او كده، فحصل جيب في اللثه او كده. كون ان انت عمال تلعب في الجزء انت بتدمر المكان ده اكتر واكتر. انت بتستريح راحه مؤقته لكن الموضوع بعد كده بيقلب معاك او كده، وبتوصل لمراحل بقى بعد كده ان هي فعلا ده في العموم تأكل. لا ينصح باستخدام خله الاسنان. الافضل اه الافضل ان يستبدلها بقى الخيط الطبي. انا يعني الخيط الطبي ده او حاجه بقت في حاجات متقدمه دلوقتي، فرشه بين الاسنان او انتردنتال براش، المفروض دي بقت موجوده فعليا في الصيدليات او كده، المفروض انا بستخدمها لان هي المفروض ان هي دي بتتعامل مع اللثه بطريقه بسيطه ما تجرحهاش زي ما حضرتك بتقول او كده، وفي نفس الوقت بتشيل لي بواقي الاكل او بواقي الفضلات اللي متكونه ما بين السنان. وبيبقى في نقطه مهمه برضو انا المفروض ان انا ارجع للدكتور، لان هو حته ان برضو ده اللي انا كنت بنقوله في الاول، انه حته ان هو في فراغ بتتحوش فيه الاكل انت ما تسكتش، ما هو انت ممكن ده يكون بدايه تسوس، فانت برضو ده يكمله انك تروح للدكتور او كده. اتفقنا على دي، احنا بالظبط كده خلاص بالظبط كده. ما دي نقطه. الحاجة التانية ان انا بالنسبة لي بقى الناس بيبقى متخيلة قصة ان انا بستخدم الفرشة والمعجون فانا كده كتر الف خير. بستخدمها امتى؟ مرة الصبح، مرة وانا خارج مشوار، مرة وانا لا. هو ده فكر غلط جدا جدا جدا. الصح جدا ان انا ما يعديش علي 12 ساعة الا لما اكون مستخدم فضلات الاكل، ما تقعدش لان هي التآكل كله بيبتدي يحصل بعد ال 12 ساعة دي. فلو العيان استخدم معجون الاسنان مرتين يوميا بما لا يتجاوز ال 12 ساعه او كده، فاللي هو ممكن نقول اللي هو مره قبل ما ينام ومره اول ما يقوم الصبح او كده اللي هو بعد الفطار او كده، دي بتبقى انسب حاجه لان دايما مره اللي هو بالنهار دي او كده بنبقى كلنا بره البيت او الكلام ده كله. فبس فده كده المفروض هيأمن لي عدم يعني تقدم النشاط البكتيري للمرحله اللي هي تضرني بعد كده. ده الى جانب ان هو المفروض ان هو ده بقى بيفرق بقى نفسيا زي ما يمكن البحث بيقول او كده، ان انا عشان الريحه، لان في ناس كتيره تيجي للدكتور انا يعني ريحه البق عندي فيها مشكله او الكلام ده كله. هو انت مش متخيل ان هو ما هي بواقي الاكل دي والفضلات بتاعه البكتيريا بعد ما تشتغل عليه هي دي اللي هتعمل الريحه اللي مش لطيفه او كده بالظبط كده، وبتعمل روائح بيبقى فظيعه. لا الى جانب مع الوقت بيحصل بقى تراكم للبلاك، فده بقى ما مش الفرشه بقى اللي هتجيب معاه، ده انت لازم تروح للدكتور اللي هو دخلنا في قصه التسوس الجير بقى اللي هو بس. لا ده غير بقى كمان التسوس. انا ممكن ما يحصلش عندي تسوس، ممكن يكون واحد عنده قابليه السنان لمقاومه التسوس عاليه شويه، لكن بيكون عنده نتيجه الفضلات دي او كده المفروض اللي هي البلاك ده بعد كده قلب ان هو عمل جير او كده. الجير ده المفروض ان هو بقى عامل طبقات على السنان او كده، دي بتبقى عباره عن مستعمرات بكتيريا. انت مش متخيل بيوصلهاش الدم بشكل كويس طبعا، وهي مستعمرات بكتيريا بكتيريا يعني ريحتها هتبقى يعني اجرك الله يعني. هو احيانا العيانين بيجولنا يعني والله يعني الواحد بيبقى بيعاني يعني الحمد لله يعني. طب يمكن من ضمن الحاجات اللي لفت نظرنا في الخبر ان غسول الفم بيوصل لمناطق ما بيقدرش يوصل لها المعجون، هل نقدر نقول هنا ان ممكن في بعض الاحيان ان غسول الفم يغنيني عن استخدام معجون الاسنان؟ الحاجات تكمل بعضها يعني، اللي هو الفلوس اللي هو الخيط الطبي مع الفرشة بتاعت الأسنان أو كده، مع فرشة بين السنان للناس اللي عندها مشاكل ما بين التجويف أو الجيوب في اللثة أو كده، مع قصة الغسول، مع قصة اللي هو ظهر الفرشة، لأن برضو مش أي فرش المفروض أنت تستخدم فرشة طبية وتبقى مناسبة، لأن برضو يعني مش عايزين بس ندخل في موضوع فرع أو كده، لأن الفرش دي أنواع اللي هو المفروض اللي هو فيه المتوسطة وفي اللي هي اللي بتبقى الناشفة ما أنا عايز أقول أو الناعمة أو كده. فالمفروض دي وكل بتبقى طبيعة لثة أو كل طبيعة أسنان ليها المفروض الطبيعة المعينة، بس مش عايزين ندخل في القصة دي أو كده. فالمفروض أن أنا بيبقى في فرش معدة أو كده لتنظيف اللسان، لأن اللسان ده برضو بيبقى مكان مفروض بتتجمع عليه فضلات الأكل أو كده. فكل الحاجات دي مع بعضها بتكمل بعضها للوصول لبيئة نظيفة، بيئة نظيفة في البقى. هو احنا مبدئيا عايزين نوجه سؤال للسادة المشاهدين، أيهما تستخدم لغسيل أسنانك، السواك أم الفرشاة ومعجون الأسنان؟ وبننتهز فرصة وجود الدكتور محمود معانا، لو حد عنده استفسار يقدر يشرفنا بالاتصال والارقام على الشاشه. يعني حضرتك يا دكتور محمود تقصد تقول ان المعجون والفرشه بيكملهم بيكملهم اللي هو الخيط الطبي وبيكملهم الغسول او كده، والغسول بتبقى ليه جوانب كمان او كده، المفروض ان هو بيبقى فيه مضادات البكتيريا او كده والمطهرات والحاجات المنعشه اللي هو زي المنتول او الحاجات دي او كده، اللي هي فعليا بتدي بتبقى يعني المفروض بتبقى حاجات مطهره وفي نفس الوقت بتدي نفس منعش او كده، فدي بتبقى مريحه نفسيا للعيان. طيب في بقى مشكله في موضوع اختيار معجون الاسنان. غالبا معجون اسنان في اسره فهو كل افراد الاسره بيستعملوا، يعني ثقافه ان كل واحد ليه معجون اسنان، ده طفل ده كبير، دي مش متوفره عندنا قوي.
هو بس هي الفكرة كلها تتلخص ان الاطفال بس بنتوخى الحذر في قصة ان هو يعني عايزين ننشر عندهم ثقافة غسيل فرشة والمعجون، بس لازم نبقى مخليين بالنا او كده ان الطفل الصغير ده ما ينفعش يستخدم المعجون، لان المعجون بيبقى فيه فلورايد، والفلورايد ده لو بلعه ده بيبقى غلط عليه او كده يعني. بس هو اتعلم ان هو مش هيبلع وعارف يستخدمه، لا خلاص يبقى كده بالنسبة لنا. لا القصة كلها تتلخص في ان هو معجون الاسنان هو الاصل فيه او كده، ان هو بيتكون من حاجات مضادة للبكتيريا وفلورايد وحاجات بتدي نكهات والوان صناعيه والكلام ده كله. فدي كده ما يعني بتبقى انا لو رايح صيدليه وقدامي مئات الانواع من معجون الاسنان، لو حضرتك مش اسنانك حساسه خد اي نوع براحتك. بس هي إيه هنا بقى ايه الفرق بين ده وده؟ يعني ده ده غني بالفلورايد، ده بيشيل طبقه البلاك، ده مش لا لا خالص، هو ده للمدخنين، ده لغير المدخنين. هو قصه المدخنين مثلا او كده ممكن يبتدي يحط فيه اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى ايه اللي هو مبيضه شويه او كده، بيبقى المفروض، وده ما برضو ما بنصحش بيه على الفترات اللي هي الطويله او كده، لان بيعمل تاكل في طبقه المينا بتاعت الاسنان، الحاجات اللي فيها الزنفره دي شويه. بالظبط كده، هي يمكن دلوقتي حصل تقدم فبتحط بطريقه بسيطه قوي ما بتعملش مشاكل او كده، لكن انا ما بحبذهاش او كده، اللي هو انا بحبذ المعجون العادي. بس احيانا ببقى مضطر ان انا اكتب معجون اسنان معين، معجون اسنان علاجي عشان ما نبقاش بنقول علاج ايه بقى، معجون علاج بيه او كده، اللي هو بيبقى فيه مواد المفروض ان هي بتترسب على طبقه السنان بتعمل عزل لقصه الحساسيه بتاعت السائع والسخن. يعني في عيان يجي يقول لك انا ما اقدرش دكتور اشرب الحاجه الساقعه او الحاجه السخنه بتضايقني، وفعليا بيبقى هو عنده حساسيه زايده في القصه دي. بيجي بقى في بعض معجين الاسنان او كده بيبقى فيها مواد بتبقى علاجيه او كده بتترسب وبتعمل طبقه عزل على السنان، فبالتالي خلاص على كده بيبتدي مع الوقت الاحساس ده بيقل، والمفروض الحاجه دي بتبقى حاجه انا بستمر عليها، لان المفعول بتاعها المفروض ان هو مش لان انا لمجرد انا استخدمته اسبوع على اسبوعين خلاص انا اسناني لا، المفروض ان انا بواظب على الحاجه دي عشان افضل اتمتع بالميزه او بالفايده بتاعتها. طب بعيد عن الوظيفي ده برضو، انا ما زلت مصمم على موضوع اختيار المعجون، في تفاوت حتى في الاسعار مبالغ فيه؟ لا ما هو لا، هو بس هي القصه كلها بتتفاوت او كده في قصه اللي هو زي ما بقول لحضرتك اللي هو لو علاجي او غير علاجي، لكن في غير كده لا. لو هو مش علاجي، لو مش علاجي لا، انا ما استخدم اي المهم تستخدمه انا حتى والله العيانين لما بيجي يقول لي، ودايما على فكره العيان اللي يقول لك استخدم معجون ايه، انا بعرف ان هو ما بيستخدمش. هي القصه كلها انت كده ولا كده، لو بتستخدم المعجون هتلاقي ان انت بتواظب على ما. انا حتى لما بيجي العيان بيسالني في العياده يقول لي استخدم، اقول له يبقى انت استخدم اي معجون، المهم استخدم معجون الاسنان. طب من ضمن الحاجات الشائعه، ما اعرفش مدى صحتها ايه، ان يقال ان لا معجون الاسنان ده يتغير كل فتره، لان الفرشه لا المعجون ولا الفرشه، الفرشه بقى هي دي اللي الناس الفرشه مع الوقت او كده المفروض البكتيريا بتكون مستعمرات فيها او كده، فالمفروض ان انا ببقى محتاج كل فتره ان انا اغير الفرشه دي، لان بيبقى فيه مقاومه او مناعه للبكتيريا. بس هو الطبيعي انت اصلا لو بتواظب على الغسيل بالفرشه او المعجون مش هتلحق تلاقي الفرشه، هتلاقيها اتهرت او كده، فانت هتغيرها كده ولا كده. طب المعجون نفسه، هل فعلا البكتيريا اللي في الفم نفسها بتتعود على نوع؟ يستحب ان انت كل فتره تغير المعجون للتاني او كده، بس هو اصل هي القصه كلها تتلخص البكتيريا ثابته في البق او كده، ففي موضوع المعجون ما تفرقش قوي قد في قصه الفرشه. يعني لو عايزين نمشي على الصح قوي وحد مواظب على الفرشه بالظبط، يبقى هي غير المعجون والفرشه كل بالظبط كل شهر انا بغير الفرشه والمعجون، والموضوع بسيط قوي يعني. طيب احنا سمعنا عن جلسات الفلورايد، تمام. وبنشوف في معجين الاسنان ده غني بالفلورايد. لا هي جلسات الفلورايد دي بقى هي حاجه خاصه بقى بقصه ان انا بقى لو عملت بقى قصه تبييض او انا عندي بقى حساسيه في قصه السائع والسخن او دي بتبقى حاجات علاجيه، فهي دي بقى لا حاجه مش وقائيه. بس هو الفلورايد ده هو الفلورايد ده هو نفسه بس بنسبه اكبر يعني التركيز اكبر او التركيز على هنا بستخدمه كحاجه علاجيه، لكن التاني بتبقى حاجه وقائيه بس. الفلورايد بقى اللي هو الوقائي المعجون في اسنان الاسنان، ما هو الفلورايد بيعمل ايه يعني الفكره إيه؟ الفلورايد ده بيعمل ايه؟ هو القصه كلها ان انا عندي كريستالات الاسنان دي او كده بتتكون من الكالسيوم في هيئه كريستالات، المفروض ان انا الفلورايد ده لما ببتدي استخدمه مع المواظبه عليه او كده المفروض ان هو بيبتدي يعمل لي حاجه اسمها الفلورو اباتايت او كده، فبيخلي الكريستالات بتاعه الكالسيوم دي مقاومه للتسوس بصوره اكتر. بمعنى يعني حتى بيجي العيان او كده المفروض ان هو بيبقى عنده صبغات سودة كده في الضرس او متخيل ان هي تسوس، هو فعليا ده بيبقى تسوس بدائي. لو انا ابتديت اواظب على الفرشه والمعجون انا بامكاني ان انا اوقف التسوس عند المرحله دي، فخلاص على كده بيبتدي الفلورايد بيعمل احلال او بيعمل طبقه بيعمل حاجه طبقه عازله او على كريستالات الكالسيوم، وبالتالي ان انا بيبقى السنان بقى في الوقت ده وقفت عند الحد ده مش هتتقدم. بس لو انا بطلت استخدام المعجون يرجع يحصل يعني لو رحت عملت جلسه فلورايد وحطيت الطبقه دي على اسناني
بقدر اغسل اسناني بشكل طبيعي بعدها عادي؟ بقدر اغسل اسناني او كده، بس خلي بال حضرتك ان هو الفلورايد ده المفروض بيحصل له تاكل او كده، والمفروض ان هو مع الوقت او كده المفروض بيحتاج كل فتره او كده ان هو طب هل ده يمكن، هل ممكن جلسات الفلورايد دي تبقى حل لناس كتير اللي ما بيغضبش مثلا على غسيل اسنان؟ لا هي مقاومه، لا خالص، هي ما هي ما هي بتقدر تقول حاجه وقائيه اكتر او كده بنعملها، بس لكن ممكن بتوقف لي التسوس عند درجه معينه في التسوس البدائي، عشان اكون بتكلم كلام صح او كده، التسوس البدائي اللي هو في بداياته او كده، فاللي هو بتبقى حاجات بسيطه او كده بقدر اوقفه بالقصه دي. لكن انا بالنسبه لي التسوس المتقدم او اللي هو ابتدى عمل ثقب زي اللي كنا بنتكلم عليه ده، لا ده لازم المفروض يحصل معامله من الدكتور او كده، ان هو السوسه دي المفروض بتتنظف او بتتشال زي ما بيقولوا العيانين او كده، ويبتدي يحصل احلال للسوسه للمكان ده او كده، او تعويض ليها بالحشو باختلاف انواعه. باختلاف انواع. طيب يمكن من ضمن الحاجات اللي بتشغل برضو الكثير من الناس موضوع تنظيف الاسنان عند دكتور الاسنان، هل لي فترات معينه؟ يعني المفروض لو انا عايز انظف اسناني بنظفها كل قد ايه عند دكتور الاسنان؟ بص يا فندم، هو المفروض ان يبقى فيه زيارات دوريه لدكتور الاسنان، هو اللي بيحدد بقى من خلالها انت محتاج بقى تنظيف ولا لا، لان في ناس بتبقى عندها قابليه تكوين الجير دي عاليه، فانا ده لا بيبقى محتاج يجي لي مثلا كل فتره كل كام شهر المفروض انا بعمل له تنظيف. ده ما بيضعفش الجير او كده؟ لا بالعكس، ده هو بالعكس، ده هو ده اعتقاد خاطئ عندنا، ده هو وجود الجير ده هو اللي بيضعف، لان الجير ده المفروض ان هو بيبقى عباره عن طبقات او كده متكلسه، فبتبتدي تضغط على اللثه، على اللثه شويه مع الوقت او كده، ومع الوقت المفروض ان هو بتعمل ذوبان في العظم، يحصل زحف، تلاقي الجدر كل ما ده ما بيتعرى شويه اكتر باكتر لحد ما خلاص العظم الجدر ما بقاش مسنود بعظم من السنان او كده، بتكلم كلام بسيط يعني عشان الناس تقدر تسمع، السنه تبتدي تتلخلخ وخلاص على كده ما اقدرش، ويجي العيان بيقول للدكتور الحقني ده السنه متلخ. طب ما خلاص انت جيت لي في مرحله مش هقدر اساعدك فيها. يعني احنا لو وظبنا وغسلنا اسناننا بانتظام مش هنتجنب كل احنا مش هنشتغل مش هتحتاجوا لنا. هو للاسف دكتور محمود وقت حلقتنا خلص، احنا عندنا اسئله كتير طبعا، بس للاسف وقت حلقتنا خلص، فعلى وعد ان احنا نستكملها ان شاء الله في حلقه ثانيه. اتمنى ذلك. كنا سعداء بوجود حضرتك احنا في نهايه حلقتنا. بنشكر الدكتور محمود صالح زينهم، اخصائي طب الفم والاسنان وماجستير طب الفم وعلاج اللثه بالقصر العيني، وبنشكر الساده المشاهدين، وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من برنامج المجله الطبيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.